مجلس حرب. هكذا يمكن وصف اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو في مقره الرئيس في بروكسل. الاجتماع الوزاري يأتي تحضيراً لقمة فيلنيوس، وعلى رأس الأولويات يناقش وزراء دفاع الناتو برامج الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا. التهديدات النووية فرضت نفسها على أجندة اجتماع الناتو، فوزراء دفاع دول الحلف يناقشون نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي بيلاروسيا، وذلك في اجتماع لمجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف. هذا النشر غير المسبوق للسلاح النووي الروسي جاء وسط تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية. تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تشير إلى تمسك الحلف بمواصلة الدعم العسكري لكييف رغم الخسائر في المعدات والأسلحة الغربية الموجهة إلى أوكرانيا. والأخطر من وجهة نظر روسيا هو عزم الحلف على إعطاء إشارة واضحة في القمة القادمة بأنه مستعد لقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما يمثل خطاً أحمر لروسيا منذ بداية تلك الحرب المستمرة منذ 15 شهراً، بل إن هذا الانضمام أحد أهم أسباب اندلاع الحرب بالدرجة الأولى. وبينما يصف الغرب الهجوم الأوكراني بأنه لا يزال في مراحله الأولى، لا تغيب الطبيعة الهجومية عن القمة المرتقبة للحلف واجتماعها الوزاري التحضيري الذي انطلق اليوم. فالحلف الذي استعرض عضلاته بأكبر مناورات جوية في تاريخه يناقش مزيداً من توسيع مظلته بضم دول جديدة كالسويد. وفي نفس الوقت يعزز قوة الردع للدفاع عن أراضي الحلفاء بوضع مئات الآلاف من الجنود في حالة تأهب قصوى، مدعومين بقوات جوية وبحرية كبيرة، فضلاً عن دعم شركات التصنيع العسكري لملء ترسانته من الأسلحة الفتاكة.